هاي ذير، اهلا بيكم في جزء اخر من تطبيقات الترجمة الادبية. وفي الجزء ده ما زلنا بنترجم مع بعض فقرات و lines into English و into Arabic، وكمان بنشوف مع بعض بعض ال synonyms، ال idiomatic expressions، ال prepositions، ال punctuation marks، كل الحاجات اللي بتوقع الترجمة بشكل عام، وطبعا بتوقع اي نص ادبي لما بترجمه، وفي حاجات من ديت منقوصة او مغلوطة. فبنبدأ مع بعض النهاردة في الديسكشن اللي احنا انتهينا بيها المرة اللي فاتت، وهي الأبيات أو السطور اللي قالها علي رضي الله عنه للسيدة فاطمة رضي الله عنها، when he entered her place and saw her using the siwak, which is a tooth cleanser. وهو بيصنع من شجر العراق أو الخشب بتاع العراق. ف he offered her these lines: حظيت يا عود العراق بثغرها، أما خفت يعود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز منها يا سواك سواك. فبيقول إنك قد إيه محظوظ يعود الأراك، إنك يعني بتلامس هيرلب أو ثغرها. أما خفت يعود الأراك، اللي هو العود بتاع الأراك أو الخشب الأراك، أراك، إن أنا أراك يعني تسيو، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز منها يعني ما يهربش أبدا من المعركة ديت، يا سواك يعني يا سواك. وبقى اللي هي السواك اللي هو بتترجم بالانجلش سواك، اس اي دبليو اي كي، سواك يعني but you. Let's try to translate it together into English. You won. You won her sweet lips. ها عود الأراك، أما خفت يعود الأراك أراك. Aren't you afraid؟ ها Aren't you afraid أراك that I would see you، إن أنا أراك. لو كنت من أهل القتال قتلتك. If you are to be killed, if you are a person, if you are to be killed, I win over you. أو I am the winner over you. ما فاز منها، no one to escape. me except you سوى. فبشكل ما حافظنا على الصوت وعملنا له برضو نغمة in English: أراك يو يو سواك. يعني لو عملنا لها نظم A B B A، فنقدر نقول ان احنا بنترجم الفوكابلري، وكمان بنترجم الصوت، بنترجم كمان التون، وبنراعي على قد ما نقدر برضو الشكل بتاع السطور. تمام، تعالوا مع بعض نشوف بعض السطور الاخرى. والسطور ديت هي جزء من قصيدة غنائية ارتجالية لهشام الجاخ. ف let's read them together. اغرتني احلام الصبية، فعدوت الى حلمي الامثل، وبدأت السفر بلا زاد، وظننت بأني أتعجل. Let's translate الجزء دوت علشان ما نعديش جزء كبير من غير ترجمة. ها أغرتني أحلام الصبية، طبعا we know that صبية اللي هو boys أو young boys، أحلام dreams. أغرتني يعني غوتني، يعني tempted me. okay، فبتترجم بمنتهى السهولة. أغرتني يعني أنا was tempted. I was tempted by أحلام الصبية، يعني the dreams of boys، the dream of boys بمنتهى البساطة. أغرتني أحلام الصبية، I was tempted by the dreams of boys. فعدوت إلى حلمي الأمثل، عدوت يعني great، اتجهت، returned to. تمام، so I ran to
my ها حلمي الأمثل يعني ideal dream. I ran to my ideal dream أو towards my ideal dream. وبدأت السفر بلا زاد. زاد احنا عارفين ان معناها طعام وشراب، طعام وشراب. and started بدأت السفر، started السفر تقدر تقول هذا travel أو started traveling. ها بلا زاد يعني without food or drink. احنا ممكن نشيل food and drink ونحط زاد على طول يعني provisions. تمام. and started traveling without any provisions. وظننت بأني أتعجل. and thought that I was rushing. and I thought that I was rushing. تمام. ونسيت الله فأهملني. فنسيت الله. ها. and I forgot all about God. تمام. الله تمام. بس طبعا if we choose God we have to capitalize the G. and I forgot all about Allah. فأهملني. ها. so he وطبعا لازم برضو ال H هنا capital. so he forgot me. forgot all about me. neglected me. من ينسى الله ولا يهمل. after all who dares to forget Allah and not ending up forgotten. تمام. من ينسى الله ولا يهمل. تمام. حملت بأثقال الدنيا. حملت بأثقال الدنيا. أهرب من ثقل للأثقل. ها حمل يعني لود، كاري، بيردن. فنقدر نعملها ازاي؟ ان I was ها I found myself loaded with all burdens اللي هي أحمال أو أثقال. all burdens of the world. أهرب من ثقل للأثقل. أهرب من running away. حد عايز يقولها flee from اللي هي FLEE. أهرب من ثقل للأثقل. ها fleeing from one burden للأثقل to the heavier. مش لازم بقى أقول to the heavier burden، ما أنا بالفعل خلاص فاهمة. تمام. والتفت طرقي من حولي. يعني أصبحت within a maze كده، كأني جوه متاهة. ها فهنا فين اللي التف؟ الطرق. فممكن نبدأ بيها and my path turned all around me. turned around me. واختلط الأقصر بالأطول. with اللي هو الأقصر فالأطول من إيه؟ من هذه الطرق. yes. فمنقدر نقول with the shorter mixing أو mingling أفضل وأفضل. ها mingling with the longer. تمام. طيب واختلطت أحرف لافتتي. ها هنا بقى عارفين الاختلاط بتاع الحروف ممكن نسميها scrambled mixing. yes. and the letters
of my banner got mixed up. فوقفت مكاني كالأخطل. ها. So I stood. I stood in my place. أو I stood still. مش لازم بقى in my place كترجمة حرفية. So I stood. ها. Still. So I stood still. وقفت مكاني كالأخطل. الأخطل يعني the one who is faltering, the crazy person, the crazy. نقدر نقول like a fool. Okay. So I stood still like a fool. ها. لم أستطع أن أكمل سيري. أستطع اللي هي أستطع يعني I couldn't. شوفوا الترجمة قد إيه جميلة. It's like أنت بتحط symbols على بعض وبتجيب الأفضل وتحط الأعلى وتعمل word ordering. جميل جدا الترجمة. So I stood still like a fool. ها. لم أستطع أن أكمل سيري. نقدر نقولها إيه؟ I couldn't. I couldn't أكمل سيري يعني continue my walk بمنتهى البساطة. أكمل continue سيري يعني مشي my walking walk my walk. فجلست وحيدا أتسول. So I sat alone begging. So I sat alone. ها. Begging. وبنيت مزارا ومبيتا. ها. Building. مزار يعني شراين. صح. مبيت يعني shelter. Lodge. الاثنين مناسبين جدا. Building a shrine. انا shelter. طب انا ليه فضلت هنا الشلتر؟ عشان شه شه. فعلى قد ما نقدر لو جبنا alliteration مناسب جدا للترجمة الادبية. ها. Building a shrine and a shelter. شه and شه. الالliteration يا ولاد هو بدايات الحروف اللي متشابهة في نفس الصوت. و و و و او م م م. فعلى قد ما يقدر ده بيديني لفت انتباه وتعزيز للستايل الادبي. Building a shrine and a shelter لا يصلح الا للثمل. الثمل اللي هما the drunk. ها. It's only suitable. لا يصلح يعني suitable for the drunk. تمام. وقضيت حياة واهنة. قضيت حياة واهنة يعني قضيت يعني spent. طيب ايه الافضل من spent؟ يقول لك هي has been leading a wonderful life. الأفضل led. ها. Leading على طول بقى. Leading a exhausted feeble. Leading a feeble life. لا تسوى في نظري خردل. That is not worth. That is not worth mustard. That is not worth even a mustard. فعلام تريدون بكائي وأنا ذو قلب مستعمل. ها. So why do you want me to cry? لماذا تريدين بكائي؟ أو do you want my cries? Why do you want me to cry? And I have such an exhausted heart أو fragile heart أو a used heart. تمام. And I have a used heart. طيب نقدر نقول إن بمنتهى البساطة الكلمات بسيطة ما بينها dots بالضبط زي النص الأصلي. ممكن تكون كاملة أو مش مكتملة لأن هو كله نص عبارة عن ارتجال أو شعر غنائي ارتجالي بشكل بسيط جدا. أشوفكم على خير في another discussion إن شاء الله.